السلام عليكم. اليوم ان شاء الله احنا جالسين كندورو كنجرب هذا التليفون هذا اللي شريت، يعني ايفون 13 ميني. كنجرب ندير فيه فلوغ. ها هو ولدي. ها هو حنا عندنا واحد الحفله في هذه المدينه الصغيره اللي ساكن فيها. تقول كاع ما كانت كورونا، كاع كلشي ما كاين غير السكره وكارو وجالسين كيغنيو تما كيشطحوا لا الصغار لا الكبار. المهم احنا غاديين دابا، يعني كنفلوغي دابا بالكاميرا الاماميه الايفون 13 ميني، يعني بالتي ان شاء الله غادي نعاود نجرب بالكاميرا الخلفيه وغادي نشوف ان شاء الله. يعني نخليكم انتما نوري لكم الفيديوهات باش انتما تحكموا تشوفوا شكون اللي يعني مزيان وشكون اللي ماشي هو هذاك. يعني حنا كنعرفوا بان الكاميرا الخلفيه غتكون الكاليتي ديالها احسن، ولكن يعني غادي نبين لكم انا هنا مقارنه بيناتهم وانتما غادي تحكموا بنفسكم. يعني هذه كانت الكاميرا الاماميه مع الميكروفون الداخلي ديال الايفون. You turn me inside out. You can see what's really inside of me. What's really inside of me? Come to me, everybody. Uno, dos, tres, cuatro. Ça, 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 ça.
دابا كنصور بالكاميرا الخلفيه ديال ايفون 13 ميني، يعني دابا كنجرب ندير الفلوق بها. يعني هذه الكاميرا الواسعه اللي كتشد يعني واحد الزاويه كبيره، وكاين يعني كاميرا واحده اخرى اللي كتشد الزاويه العاديه. يعني كنصور لكم ولا من الفيديو ولا ماشي من الفيديو، كندير لكم الفيديو من الميكروفون يعني الداخلي، ما بستعمل دابا حتى شي ميكروفون باش نجربوا نيت حتى الصوت. كما شفتوا قبيله صورت يعني ستابيليزاسيون بلاتي، وغادي نشوفها يعني في الكمبيوتر كيفاش دايره ستابيليزاسيون، حيت هنا قال لك دايرين السنسور كيتحرك يعني باش تكون ستابيليزاسيون مزيانه ديال يعني الصوره ولا ديال الفيديو. يعني ان شاء الله هادشي كامل غادي نشوفو من بعد فاش نوصل للدار، وحتى نتوما يعني باش تحكموا على الفيديو تقولوا لي واش الفيديو مزيان ولا لا. صراحه الا كانت ايفون كيصور بواحد الجوده عاليه، وهذا يعني هو المبتغى ديالي، وهذا هو يعني اللي كنتمنى، يعني ما يحتاجش بنادم عاد يبقى يخرج مع الكاميرا ولا نخرج معايا الكاميرا في المثال سوني A7 III، ولكن غير التصوير فوتوغرافي ماشي نبقى هز هكا باش جالس كنفلوغي. يعني نقدر نفلوغي غير بالتليفون، ولكن الصوت كنظن ولا بدا خاصني واحد الميكروفون خارجي باش يكون الصوت احسن. يعني حتى كما قلت لكم الدار وغادي نجرب وغادي نشوف هذا الصوت هذا واش مزيان ولا لا، ولكن كنظن كيف ما كان الحال خاص ولا بدا واحد الميكروفون خارجي ان شاء الله. يعني هادشي اللي كاين. انا مازال جالس كنتمشى في هذا لافوار، هذا ان شاء الله. وها حنا كنديروا لكم واحد الفلوق قصير، هي هذيك النيت منها فلوق، منها التست ديال الكاميرات ديال ايفون 13 ميني. كنجرب الكاميرا الخلفيه في الليل، يعني باش نشوف واش التصويره كتصور مزيان ولا لا. كتخوب فهم باك دابا فرك نكتا يطيح لك يا مصرين. جاما كتكون صوره بين وحده اخرى. لعبتو مزيان ولا غير شويه؟ مزيان ياك؟ ضربنا الناس مزيان؟ ضربنا الناس مزيان في الطوموبيل؟ راه هي شي واحد خطير؟ كيضرب مجهد؟
ما كيضربوكوش هكذا. ما مزيان. اوكي مزيان حبيبه.